صحابي كوك على فامي سمعتنا راه شفا بوم بوم هالي الروبلا هيا لونفيوز اسي دوسيك راهي نايدا مع حبيبتيك هجي بيها هكذا هكذا خلي العليان هبلا La fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar. Bum bum bum, mi reina, la fiesta va a comenzar. السلام عليكم، معكم الفنان رشيد كاستا، مغني المغربي اللي كيغني الراي. واليوم احنا كنغنيو بهاد المناسبه ديال عيد الاستقلال. ان شاء الله اللي غادي تكون مناسبه مزيانه وكنحيوا فيها كاع المغاربه، لان العيد ديالنا كاملين. ورشيد كاستا معروف بانه كيغني الاغاني ديال الراي يعني على صعيد اوروبا وهذا، وان شاء الله تكون هذه المناسبه صله وصل ديالنا عاوتاني مع الجمهور المغربي ان شاء الله. بالنسبه للجمهور المغربي، هو الجمهور المغربي حنا كنعرفوا بانه الشعب اللي كيدوق بزاف الموسيقى وكيسمع. انا كنهضر على نفسي، ملي كنكون نغني فوق الخشبه كنحس بان كاين تفاعل ديال الجمهور، والجمهور كيحس به، لان كاين يعني كنغني بواحد الطريقه اللي هي يعني تلقائيه، والجمهور راه كيحس بها. والحمد لله يعني عندنا 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 جمهور اللي مزيان اللي كيدوق الموسيقى، وحنا تاعنا بالنسبه كفنانين كنحاولوا نطوروا هذا الفن هذا ونزيدوا به القدام ان شاء الله. بالنسبه للاغنيه المغربيه، كما كاع الاغاني في العالم كامل كاين واحد التطور، كاين غير عند واحد الملاحظه صغيره. هذاك التطور يعني ما مشاش في داكشي اللي بغينا حنايا، يعني من ناحيه الكلمات، من ناحيه حتى التوزيع، يعني ما بقيناش ما حافظناش على الهويه ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله هاد الشباب اللي راهم طالعين يديروا موسيقى واخا هي تكون عصريه، تكون يعني داخله فيها شويه ديال التكنولوجي، مي يبقاو محافظين على التراث وعلى الالات وعلى المقامات وعلى التراث ديالنا، لان عندنا في المغرب تبارك الله عندنا ثقافه كبيره، عندنا تراث كبير. وان شاء الله وكنظن ان شاء الله مع هذا الجيل اللي راه جاي ان شاء الله راه غادي تكون الاغنيه المغربيه راه عندها مستقبل زين ان شاء الله.